السلام عليكم خوتي خواتاتي، في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا غيكون عبارة عن رياكشن، وغنرجعو شوية بالزمان اللور، زمان الكوميديا، وغنمشيو للبرنامج تاع كوميديا شو ونتفرجوا لبعض الحلقات ونديرو رياكشن عليهم. برنامج كوميديا شو بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوه، واحد البرنامج كان قديم. هذا البرنامج اخوتي ما يعقلوش اصحاب الالفين الفوق، يعقلو له اصحاب الالفين وهبط لتحت. الالفين 99 98 97 وهبط لتحت. كان كيجي نهار السبت، كان كيجي كل سبت، البرنامج الوحيد اللي كنظن كان تاع الكوميديا، كانوا كيجيبوا غير النبعه تاع الكوميديا. المهم خوتي ما نطولش عليكم، غنمشيو نتفرجوا شويه في هذه الحلقات هادو. نتمنى ما يضربوناش الكوبي رايت. نخليكم خوتي بلا ما نطول عليكم تشاهدوا بعض الحلقات من برنامج كوميديا شو. نبداو اخوتي على بركه الله. انا مقلق عليك اخويا ادريس، جبت واحد تبرقيقه واعره اليوم، باغي نسمعوا الجمهور. قول ادريس اسيدي تخاصم اليوم هو مجيد الصباح، حيت محداه ما قالش لي صباح الخير. اسمع اسمع شنو قال لي سير. قال لي انا ادريس الروخ، ندور 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 وما ندخ. انا ادريس الروخ، شو مالك تدفع لي بوخ؟ حيت انا ملي كان في ضرب الكبده كان تعشى بالمخ، المخ والله يكون محشم تنكوخ. الشاعر زواج برافو. اجي اسحب وسال اسحب وسكتات ولا اش قالت لي؟ قالت لي انا مجيدة بن كيران، الا ابتسم طيح اكثر من الواقف والواقف عيان، وإلا وقفت في الشارع وهزيت يدي كيتصادحوا طاكسيات طوبيسات وكيران، وحتى انا الا فطرت بالكبده كانت عشا بالطيحان عان عان دبان. هذه ممتازك على مقام الدين تاعك. او لا لا جواز اكسترا اوردينير اسي اكسترا اوردينير. تخلى نكملوا نخدموا على خاطرنا خوتي. بالرجولة هذه هي احسن مرأة، هو احسن برنامج داز تاع الكوميديا. بلاش بلاش بلاش، شحال فيها من كلمة؟ حرف حرف ثلاثة، الفتحة الفوق ولا التحت؟ في الوسط. هذا التيكوت الله يرحمه، دعيو معاه. مرحبا بك يا جوج. وبيت نقول لك الثلج يا وجه البنج. عندكم غيطيح حتى وانا فراسو مشاكلات رشيد. شرح لي اختي، ما جاي بغيت تقول شي حاجه لشي واحد كيطيح عليه شنو واقع؟ ما فهمتش هاد القضيه هادي. خدامي عليهم من الصباح يجي يجري عندكم ويطيح الثلج على الاخر عندكم. لا ما هذا احنا معطلين وراه باينه. ايوا ما بايناش. يلا اخويا بابا نويل في الزرق. بابا نويل في الزرق. اخويا رشيد تيبان لي انا ما نافع حتى راسي. فين غادي؟ غادي نمشي فحالي. فين غتمشي فحال؟ غنمشي لداري على حساب انا ما عندي دار. لا انا قلت لك شي حاجه، ولكن شو عارفين الباب عندهم الدوبل. شنو انت تيكو هاك الجوا ديالك؟ الجوا ديالك والله لو وصلتيني للدار. شنو انت ساكن تحت الخشبه ولا شنو؟ شوف انا مشيت مرحبا بك عندي. يلا صيفط شي كاميرا ما راسك اكبر من الباب. يلا احنا صيفطوا لك كاميرا. سير عندو عبدو. خويا انت جاي قول لي هذا هادشي كله وعندك تحت الخشبة ومحياه. تبارك الله تبارك الله. 55 عينيك خايبين وراسك كبير. واخا اخويا 55 عليك ما قلنا لك حتى شي حاجة، ولكن بلاتي يقول شكون هذا خينا الناس عندك تما؟ هذاك التكنيسيان تيدير خدمته ماشي. وياك قلتي كيصوب لاكليم ولا اش كيدير؟ ايوا راه الشخير ديالو هو صوت لاكليم. دابا كتضحك عليا ياك. خير ديالو الصوت ديال لاكليم كتضحك عليا تيكوتا. شوف شوف اخويا الله يرحم الوالدين الا ما عطيني اتساع. خرج عليا الله يحفظك، خرج عليا سير في حالاتك وتبع عليا هاد الكاميرا. جاي وجاي بيتك خاوين. عندكم غيطي حتى فراسو فختي من عاد ما بالك هادشي تعتلت. اقول اقبل صاحبي انا انا خرج 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 عليا الكاميرا، خرج اعطيني اتساع. خرج عليا خرج تاع عليا كاميرتك اسيدي سير في حالات. شوهتيني فضحتي لي العارض. او طاني مشيت انا في حالات. شوف بالما وشطبات تلقى الثلج. يلا سير الله يعاونك. تفضل يا سيدي.
نعم مولاي. واحد سلمى ماشي انت شي ثلاثه السوايع انا نقلب عليكم انا هنا ما تجاوبوش مالكم. عندنا التليفون خاسر اخويا. راه واش كدير انت دابا اللي التليفون خاسر اش دير انت؟ كندير نقافه انت كتشوف انا جالس. شكون تاع الشريف ما تهضرش معاه هذاك تهضر معايا اش خصك مولاي؟ كنتي بغيت نفهم كثير واش شنو هو السؤال؟ وانت قاري انت اللي ما تفهميش السؤال انت قاري بغيت نفهم انا بغيت نفهم عندي واحد الوليد ما شاء الله حلوه يا ودي لطيفه نقول لك هذه غلطه كبيره درتها في عمرك انا نوريك شانتيو عبلة شوف شوف بغيت نقول لك غير واحد الحاجه ايه انا الغلطان ماشي انت مولاي صبرتي عبلة ادخل 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 يا حبيبي لا تشم لا تشم ادخل ادخل جروا مع الباب هذا مع لي بينك فلويد هذا هو حبيبي ولدي كبتي هذوك بغيت نفهم انا هذوك الجوج اللي كانوا مقلدين ذاك الصندار هذاك داير يجوا ما يديروا شي حاجه اكسترا مالهم باش فايتين ولدي مالهم اي وهذاك هذاك اللي من زاكورا سكي سكي لا 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 وعلي كاين شي سكي في زاكورا وداك وداك الاخر هذاك الاخر هذاك اللي شعره مشعكك هذاك اللي باش حف طوموبيلات هذاك غسان برهوش مالو برهوش هذا من ولدي لا ولدي انا امن بيه يقتل بالضحك وانا بعدا يقتلني بالضحك كيقتل هو سبب ولد خالو قتل بالضحك اي عبد الحميد اي لا لا شكون شكون ناجي ناجي انا شفت هو مات مالي ما ماتش ناجي انا راه قتلت عبد الحميد ولا ناجي بسمع النكته ملي عاودت لعبد الحميد مغرب اي اي دير لي دير لي دير لي اي يلعب كل شيء قال ابواب يلعبوا لعب لي امبرياج تاع طوموبيل عين دير لي مشكيش دير لي مشكيش اي دير سكيت اي دير لي مشكيش اي علاش شكل ديال كاين البنات هنا بزاف دير لي مشكيش على البنات على البنات اي البنات ولاو يلبسوا حلقه وزاب دير لي مشكيش دير لي ما لاحظتوش كاينين البنات بزاف وحنا الاولاد غير شويه استني استني ولدي استني غدا استني استني ولدي يقتلني يقتل دير لي مشكيش لا خدي لي مشكيش لا ديال اش كاين لا خدي السبيطارات يا سلام هذاك واه يقتلهم هذاك اي دير دير مشكي السبيطار ما تقاش دور الحمر دير دير السبيطار ديال المخزن ولا الاخر واللي درتي اللي درتي بجوجهم بجوجهم كفتي هاز دير حنا في السبيطار ماشي ديال المخزن ولا الاخر اللي درتيه حتى في الطبيب تلقاه ديما كاين يقتلني 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 ولدي واش ما عرفتيش واحد القضيه كاين زعما ما عندوش ما في يديه اش ندير لك انا قالك ما في يدكش قالو غادي مزيان ما شي حاجه اخرى اللي دايره ما في يدكش ما قبلونيش ما قبلوكش اش غادي لا حيت مازال قاصر خاصك طوال كوميديا شام ولكن كنظن هنا غادي ناخذ الكلمه باسم ياسين زيزي الى خدمتي معاه كنظن يعني يمكن عنده شي بلاصه في كوميديا شو يمكن تمشي بعيد يمكن تمشي بعيد ازير انت مربع رجليك وتقاي الخدمه ديما استوندار قال لك زي بس استوندار خويا جينا من الاخر الله يرحمها واش بغيتي دابا انت ولد دير شي حاجه اخرى ما تبقاش في السكيتشات دير شي حاجه اخرى كنعرف نغني اي غني 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 انا هما الكوميديا نتاع هذا الوقت طب ليه بيدار كدا ولا بدار كدا ولا دار كدا ولا ما يصلح وليني ولدي 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 هو ما يصلح جمال النور الدين ادير لكم اخر حاجه شي ديال الكاسيك تكلف لي الله يرحم الوالدين واخا جالس اجي رفع الجوق هذه اجي ولدي اجي كان بس هنايا معكم اليوم كضحك اجي حسبت ولي ضحكه اجي ولدي اجي اجي كان عايز يقول الشعر الشعر قول الشعر رايت فيه يلا قولوا برا يلا
اش خاصك عمي؟ هو بيناتنا ولدي. ولاني ما عارف يدير حتى زفته. بحال باه. انا نعرف ندير سكيت، نقتل لكم بالضحك. كيقول المثال. اي. اي وندير لكم سكيت، عندكم سبيطارات زينين. حلوين في التمثيل فيه، كل شيء مزيان. ماشي ديالنا هذا عشيري. وعشيري هي ديالنا مال عشيري. ماشي غير عشيري، لاحظتوا هاد الايام كثروا عندنا شي مصطلحات نايضة. الحرشاوي. زيد داك الفوق. داك والبارحة صاحبي البارحة مع 6 الصباح سولتها الوالدة فين كنتي هذا الوقت؟ ويلي ما خباركش كنت في العرس ديال خالتك سعاد ودازت نايضة. هي جابوا شي جروب محلل الوالدة واقيلا. دابا تصوروا معايا بقاو جيبوا لنا لي جروب ضرب في العراسيات. وتخيل معايا البيك شي عراسية في السطح شعيبة وكدا. انت مالك مريضة صاحبي البيك في السطح. ومالك شحال عيا ما يغني في السطوح البيك صاحبي انت مالك؟ ولكن شحال هادي دابا منعوه. علاش منعوه؟ نهار غنى في هذاك السطح طاح هذاك الموبل صافي تما منعوه. ولكن بيني وبينك البيك كانت تنوض في السطوحه كيصرعها في واحد الديفات ديال العماريه. تهزز العماريه هز هزوا العروسه ما بين كتاف كور العريس جايب الاخر. هزوا العروسه ما بين كتاف كور العريس جايب الاخر. هذوك اللي كيعاونوا النقافه كتلقاهم تما. اللي زوينة غادي تطوروا. ايوا داكشي في الطابل ميكساج. والعروسة مرهونة. والله إلا مرهونة. وح الله تا مرهونة. يبان لك غادي يبان لك في العرس كلشي شاخدها كلشي تبقى نايضه. ما صاحبك العروسه غيبقى يجيب لها الخاتم. لا لا غيجيب لك السلاسل النيت ديال صحاب البيك وصحاب داكشي منورين فيها جانطه مكتوبه فيها بيس. العروسه مسكينه. ايوا حبيبه ايوا تسناي بالله. عم امسي عشيري. لا بلاصي قربي عنقك قربي عنقك سربي. نوضي العرس بادي نوضي العرس بادي نوضي. انا معروضين انتوما كل فين تكاش تبوفو داكشي مزيان وغتلقى الجروب شاخدها مزيان. هيا وداتو وداتو والله ما خلاتو. وداها وداها والله ما حلاها. هيا وداتو وداتو والله ما كومو كومو. انا يستاهل العريس غير ضما وسقل وشعر مدلي مدلي دلي 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 ياو ياو دلي حمضه في الاخر هذا. وسيمة الحرور تفضلي يا لالا. مرحبا. هذا البرنامج هذا ما تسميش على الجمهور ما تقولي والو الجمهور ما اي واحد كيدخل هنا كيعطي تحيه للجمهور. لا هذاك شغلي الجمهور ديالي كنعرفو كيتواصل معايا على الام اس ان 7.5 يا ما الام اس ان مازال قديمه مع خرجه 9.0. يا لالا اعطينا عفاكم البورتري ديال مره خرج بتي سعيد مسكين مزوج دابا ما تجي لي بوليه بحالي بحاله. كيفاش راشد علاش واقف سعدي علاش علاش دابا علاش شنو اختي انا راه كل الجمهور الناس بغات يتفقوا معايا على واحد القضيه هذه. تفضلي هزينا الدودي اعطينا البورتري ديالها. ما تقطعنيش ولكن اللي بغي ما بغيتيش تعرفوا ان عندها خوتها خمساد العزاره والسعد ملي كيجي كيجي مخمس. قولوا خمسه وخميس عفاكم الله يرحم بها الوالدين هاد خيتي راه عينيها حارين. اهلا الحبيبة كيف زينة بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. نعطيك بعض المعلومات عليك. خلقتي في سيدي عثمان ياك؟ نعم. في كازا بنت كازا. مرحبا بك معنا اولا في كوميديا شو. حنا جد سعداء خصوصا يا عرفتي كنموت عليك الحبيبة. شي نهار راجعين عندي طنجة. واخا شكرا. السن ديالك كبيرة عليا ب 8 سنين مع العلم مشاهدينا انني عندي 30 عام حسبوها. لا 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 كذوب.
صافي جاب لكم الله اليوم بلاتي ولا تتفقوا على واحد القضيه، لانه شنو واقع الكوميديين ديالنا دائما الضيوف ديالنا كيكونوا عاطينهم الخطر وهذا استعجب لهم الله اليوم اللي لا هذا ماشي مشكل. صافي سكتي تسلاو لك طفولتك قضيتيها الناس كانوا كنا حنا البنات ستيدوات كنلعبوا بلي بوبي تينا كنتي مضروبه على الكره حيت فيها البيض والكحل دمك خفيف كيفاش كنت كتعجب الكرة وكنتي كتحفظ الملاعبية كاملين علاش كيفاش كله باش ابتلاه الله كرة القدم حتى هي كاينة كيف ما كاينة للرجال كرة كرة القدم كاينة حتى كرة القدم النسوية فعلا كنتي في فريق أمجد سيدي عثمان وانتي وليا خصك تجي مني ماشي تجي ضدي أنا معاك الحبيبة القلب ما يريد صافي نمشيو للفيديو الآخر هذاك الفيديو اللي قبل حامض شو الفيديو اللي مورا المرأة المغربية اللي كتتابع كوميديا شو خويا خلينا نكملوا راه درتنا شكون هذا الثاني داخل لي هذا اسي محمد خويا مريحين في 6 دولار حتى ولا شنو ها شكون تسطع عليا ولا شنو وقته اشريف اسي محمد هذا الدري ماشي شريف اصاحبي هو هذا الدري اش كدير اخويا جاب الربح رياضي بين فكر رياضي تبارك الله عندك بشويه عليك حيدوا الصور هذو من هنايا شتي القفزه الحوايج واو شنو كاين ناري 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 كي جاتك التكشيطه صباك ولات بلاتي بلاتي تا ولا هاد القضيه انا لقيتكم واش هادي التكشيطات بينات جبر لينا وانتم اللي تخلوا انا على تخشيطه ياك لا باش كيف واو ابراهيم بولامي واش رقاص هذا شي نايده هنايا سمحوا لي اخوتي انا ديال السبوره ديال السبوره يلا بسم الله اش كاين ياك لاباس واحد القضيه ابراهيم بولامي انا ما عرفتكش في الاول صح ويلي مع مولف شوفك بشورتو دي باردو راه غير في العشيه صح هاي 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 دابا اللبس والكلاس والصفيفات أبان فك جدري العودة أتا بساطة تصحب لك يطعب الزيافة صاحب عشكي دي نقص القفز الطولي القفز الطولي القفز العلوي عندهم امتحان امتحان سؤال ما عرفش ليه هو كي نقص طالب الزيافة يا صاحب شي تنقاس فيك يوصل احنا بالك عندنا والدينا نتوما حدا وبركه من تنقاس حدا وبركه من تنقاس كاع ما كانوا عارفين تنقاس غير ولا رياضه وكانوا عارفين كل ما كانوا تنقاس سماك شكلي ما تبان تنقاس يلاه تنقاس عاد ولعتي ما حنا نتبدلوا كنا كدو كنا نطيروا كنا كدو كنا نطيروا كيقول لك تنقاس صاحبي بركه شي رياضه ما كتخرجش العقل بحال شي واحد هذاك يمشيو بالزرب هذاك كيديروا شنو هي هذيك رياضه ولا شنو هي هذاك الصاط اللي كيعطي الطوب ديال التير عرفتي كيتا الطوب ديال داك كيتشافوا لي ما عرفتش علاش كلهم بحال بحال شتي داير هنا كرافاطا شاد فردي دت تيقول لك تمشي تخلص تيقول لك راك جافي شمن عرق راك جافي وكتب عليكم كذاب وحده اللي في المغرب جايبها بعرق جافي هي حتى شي نويت راه بصح حتى شي نويت ما كتخسر والو اجي بعد حنا كما كنعرقهم كتاف تخيلوا معايا كنا كنعرفوا مكتاف حركت مكتاف الديودورون هنايا ديك العيب ديال هاد هذا البارفان شوف جوج حوايج اللي فيهم الصرف سبور والانيماسيون الانيماسيون دابا راه شي ادريسي 55 اخويا 55 راشد ادريسي دابا كيدخل عادي فهمتي سيادنا السلام عليكم رد السلام ما تردوش مخلص مخلص عادي عنده داكشي بخير هو في الصراحه كنشكركم بزاف هاد الميداليه ديال انا ما كنستاهلهاش انا الصراحه استاهل الاخ بولامي وتصفيقات حاره على بولامي اما راه مطول علينا شو هاد جات الميداليه راه عطيناها لا ولكن فيها لا ولكن فيها الدرابو ديال فرنسا دونك هنا المشكله ديال المغرب غير كعارف اصلا لا دابا انت التوني ديالك ديال المغرب ما قلناش لا يعني الاحمر والاخضر ما عندي ما نسالك ما عرفتكش من جايبو ولا ما نعرف شنو بليد برزيلي نعم رشيد واحد اللعيبه كنت تحزن به مع التكشيطه تيرا في الفلوس تيرا في الفلوس العود خليني نمشي نترين الله يعاونكم الله يعاون علي علي هات انا درت لك خاطرك يلا ميرسي بغيتي شي حاجه اخرى لا الباب
واحد المبلغ غادي تصفيقاتكم العالية اللي عطانا سكاش ديالو. شكرا علي. يا موتي خلقينايا زيد قطعه الشريف منوضي اللي مضربه في البلاطو كنهضر مع الضيفه ديالي وانت داخل شكون 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 انت اللي خصيتي ليا المشهد ديالي هو هكا عاوتاني انت الله يلا قلبها ما فهمتش كنتي ديك مزيان مصيبه مصيبه واش عارف المشهد شحال كيدير ولا لا واش تخلي ولا نخدموا البرنامج ديالي بخاطري ولا لا؟ مش عاود 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 هذه اللي قلتي عاودها خلي ولا نخدموا بخاطرنا الله يرحم بها الوالدين انت شوف عتعاودها وتحبس الله يرحم الوالدين خليني نخدم الله يرحم بها الوالدين ولي 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 ودنيك ديال السينما بلا مستاش بقى انت هكاك انت انت وحش انت وحش وحش مزيان مزيان خايب بلا مستاش العيان غنلقي ديك الضوء في الفيلم ديالي الجميله والوحش عندي واحد الدور ديال واحد بوغوس عيني خضرين طويل عامر هذا كيلعبو هذا انت اختاريت لك الدور ديال الوحش كيفاش الوحش خويا انا راه ما مساليش ليك بهادشي كله ورا عندي خدمه عندي ضيفه عندي برنامج طلقني المكياج لا راه مكياج مكياج كي لا مكياج لا والو راه مكياج مقاد هو هذاك انا مزاوق عطيو الابتساء انا راه وجهو تاع تدلات عنده الصح عنده الصح وجهك مخطط اصاحبي كي ديرونجي التلفازه نديرو ليه الفلوح ندير ليه البوتوكس سير بيها غادي تعطيني ابتساع ويلي 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 أدخل من الناس سيدة أعطيونا ابتسام الله يرحم بالوالدين ناري 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 بغيت نفهم معاك القضية بلاس بلاس بلا تدير بحالكم بغيو غير كيجاوب شنو بغيتي؟ واش هاد الزين بصح ولا طابلو؟ شكرا السي المخرج شكرا انت وردة انت بالعمانة انت بنجل بنجلو نسميها صاحبي اسكت ما كنت تيكوتا تغنينا اخويا لقينا دياموندا لقينا دغيا دخلتي راسك معايا حيد انا المخرج وقفي 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 عافاك وقفي ويلي 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 خاصك نص سربيله لتحت تولي حورية البحر وي 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 انا غنلونسيك غنردك ستارة انا غنردك مسطارة انا غنزيد بك القدام انا غادي نهز بك العنان غتلعبي الدور ديال الجميلة ولكن قبل من هادشي خاصني نعاود السيناريو من الاول تيكوتا يلا عندنا خدمة بزاف شكرا خليني الحجالي
كمل 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 كمل. دخل لك الدور، دخل في الدور هاكا بغيتو، هاكا تخيلتو بحال هاكا. راشيد لاصوص طوماط. يلا فحالنا راه عندنا خدمه بزاف اصاحبي. اي خليني نحجز عليك لي حتى شي مخرج اخر. يلا واش كاين شي مخرج قدي في هاد البلاد؟ انا نزاي الماتيريال. يلا سلق لي اسمعني يا سيكوتا، سيناريو في انتظارنا. صافي شنو بان لك دابا؟ اللي بان لك بان لي، ولكن بلا زين تفهم هذه القضيه كامله. انت اللي بغي يسطيني عندك مره داير لي تكنيسيان، مره جيني مخرج، مره مرتك الزاد، والواعره عندك اللي ما عمرها ما تنسى ليا واللي غادي تسطيني هي هذيك الاستاذات العربيه في هادشي كله. كله يا مقوقع، كله ولا توجد في اللغة العربية، قل كله. كتبان ليا بسم الله الرحمن الرحيم. انت اللي كدير الأستاذة العربية، شكون تخيتي هذه؟ خيتي لا توجد في اللغة العربية يا محدودب، يا مقوقع، يا نبي مقنع. يلا شد على ودني. أنا كنشد على ودني، فقال لا سمعي لي، وسع عندك دون بيك أنا ولا شنو؟ دون بيك، بيكي حبيبي. أين هو بيكي الصغير؟ ها؟ أين هو بيكي الصغير؟ نسيتي شنو درتي لبيكي الصغير؟ ولكن بلاتي. وين راه تسطيوني الله يعلم، ما عرفتش هي ولا شوف شنو دار دومبي كما مع دومبي والاستاذ العربيه. انسى هاد الصور عطيتكم الله هاد الجوج هذا. بيكي حبيبي. هل تسمعوني؟ كنسمعوك انا. لا كنسمعوك، تفضل. هل تراني؟ كنشوفك يا شريف. شوف الخير والرحمه. ما هذا الشيء الذي يتكلم؟ ولا لا شيء الذي يتكلم. هل هو ذلك المنشط الذي لا يقول جملة مفيدة؟ واش بغات تكلمي مع توفيق حازم ولا بغات تشدي فيا انا؟ تحدث باللغة العربية يا جاهل، أو ابلع لسانك واحذر أن يؤلمك في المعدة. لا لا الله يرضي عليك، أنا كنتكلم اللغة اللي كيفهمها المغاربة كلهم. ها أنت بغيتي تكلمي العربية الفصحى، هي لغتنا واللغة الرسمية ديال البلاد، الله يخليها لنا. ولكن راه كاينة جدة مثلا ما كتهضرش بالعربية الفصحى، هي خصها حتى هي تفهم شنو كنقول. كملي لينا عافاك. أدعو لك بالجهل وقلة الكتب. يا ربي آمين. يا جاهل يا جاهل، ليس هناك أي منشط في العالم يقول الناس كلهما. ما هي الناس كلهما؟ لا لا انا انت ما عرفتش واش كتعرفيني مزيان ولا سميتو. انا مراكشي وقلتها شحال من خطره، وهذيك الكلمه ديال كلهما فوالا تما فين كتبان بلي راه مراكشي. انتوما في الدار البيضاء في مدن اخرى كتقولوا كلهم، انا كنقول كلهما. كل واحد كل واحد كيلغي بالغاء كي كنقولوا. يلاه تفضل. يا مقوقع يا مقوقع. ستاندار، واش باغي تشد في التوفيق ولا باغي تشد فيا؟ ما بقيت فاهم والو. بزوز اخويا بزوز. اسمع ما اقول يا مقوقع، الناس جمع وكلهما تستعمل للمثنى يا جاهل. ما هذا؟ بلاتي 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 بلاتي، نتفاهم على واحد القضيه. انت قلتي استاذة ديال العربيه ياك؟ نعم. ما كنقولوش كلهما المثنى، كنقولوا كلاهما. انسى 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 جاهل. اين هو بيكي الصغير؟ قلبات عليا، قلبات الهضره. صافي يلا. اين هو بيكي حبيبي؟ هو حبيبك لا هو هنا. اين هو بيكي يا رشيد؟ هو توفيق حازم. مالك تبارك الله، شو الضيف هو مريح ما كتشوفيش ولا شنو؟ لم اعرفك يا بيكي، لقد تهورت كثيرا. والتهور كان من احسن شيمينا. بيكي دمك خفيف جدا. هي بيناتنا بيك ما كاينش محسن من الصراحه ياك. الصراحه ما كاينش محسن منها. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكون هذا ثاني؟ شكون؟ افتحي الباب. انا اعرف انكم هنا يا رشيد، اختبي ايها القط الجبان. بنات الاستاذه بيكي حبيبي. قفوا جميعا، هيا قفوا، اجلسوا. من ناديت باسمه يقول حاضر.
دريس شالوح حاضر ابتدائي مهدي عسكري حاضر انتم لي اثنان سبعة ونص قسموها رشيد ادريسي بريزون عشرة اوه لا طريفة تحت الصفر انت يا صاحب الشعر المجلجل ستدعوني انزل وحدي على الدرج اجلس مكانك من طلب منك ان تقوم لو كنت تلميذي لو كنت تلميذي لجعلت ظهرك املس من بطنك الحمد لله بيجي حبيبي بيجي صغير احبك يا بيجي ما هذا اللباس يا بيكي؟ ما هذا اللباس؟ انظر ماذا فعلته بك القبعة. لقد أصابتك بالصلع يا ابني. وفي الاخر خوتي خواتاتي ما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتخليوا لي في التعاليق كيف جاكم الفيديو. الى عجبكم هذه الانواع نتاع الفيديوهات نبقاو نديروهم. Peace and love.